مرحبا بكم في المستوى الثالث للأسس، دعونا نبدأ. إذا سألتكم ما ناتج 4 للقوة نصف، فسترى المسألة على أنها مسألة ضرب وتحاول ضربها بطريقة ما، أو أن تجمع أو القيام بأي عملية أخرى، وعليك تذكر دائما أن هذه ليست عملية ضرب. وأعلم أنني عندما تعلمتها لأول مرة كنت دائما ميالة للقيام بعملية الضرب. حسنا، قد يبدو ليس بديهيا بالنسبة لك أن يرفع عدد ما للقوة نصف، لكن هذا يعني أنه يعادل الجذر التربيعي لأربعة، أو بطريقة أخرى ما العدد الذي تضربه بنفسه ويكون الناتج 4. وبالطبع تعلم أن الجذر التربيعي لأربعة يساوي 2، ويمكن أن تكون موجب 2 أو سالب 2، ذلك لأننا نعلم أن أي صورة من هذه الأعداد عندما نقوم بتربيعها ستعطينا الناتج يساوي 4، لكن من أجل هذا سنعتبره دائما الجذر التربيعي الموجب. 4 للقوة نصف يساوي 2، وبشكل مشابه 9 للقوة نصف تساوي 3، 16 للقوة نصف أعطيت الإجابة بعقل اللاوعي، 16 للقوة نصف تساوي 4، 25 للقوة نصف تساوي 5. أعتقد أن هذا منطقيا الآن بالنسبة لكم. ماذا يعني عندما نرفع عدد ما للقوة ثلث؟ حسنا، إذا قلت 8 للقوة ثلث، فربما ستدرك ما أقصده. في حالة كانت القوة نصف، كان المقصود عندما نضرب عدد بعدد آخر يكون الناتج 4، وفي حال كان لدينا القوة ثلث نقول أن عدد ما مرفوع للقوة 3 يساوي 8. وإذا كنت قد اختبرت نفسك بحل مسائل الأسس ستعرف أن 2 للقوة 3 يساوي 8. إذن 8 للقوة ثلث يساوي 2. وبشكل مشابه فإن 27 للقوة ثلث يساوي 3. 64 للقوة ثلث يساوي 4. وربما تلاحظ أني أختار أعداد بسيطة مثل 28 و64، هذا لأنهم يمتلكون جذور تكعيبية واضحة. وبالمناسبة عندما يرفع عدد القوى الثلث فهذا يساوي الجذر التكعيبي لذلك العدد. إنني أقوم باستخدام مصطلحات دون أن أوضحها وهذا سيء. إذن وقد اعتدت استخدام 28 و64 لأنني عندما أرفعهم لأسس كسرية يكون الناتج أعداد واضحة، ويمكنك أن تستخدم الآلة الحاسبة حتى تجد ناتج 5 للقوة ثلث وستحصل على عدد 10. ودعونا نحل المزيد من المسائل. نحن نعلم أن 9 للقوة نصف تساوي 3. حسنا، ماذا تعتقد سيكون ناتج 9 للقوة 2 على 3؟ يتضح أن هذا مساويا ل 9 للقوة في الواقع لا أريد حل هذه. ماذا تعتقد؟ حسنا، سيكون ناتج 9 للقوة 3 على 2. حسنا، هذا يعادل 9 للقوة 1 على 2 أو نصف، الكل مرفوع للقوة 3. وسأقوم بعمل عرض حول المبادئ الفعلية للأسس، لكن يتضح
أنه يمكنك أن تضرب عندما يكون لديك عدد مرفوع لقوة، ومن ثم كل المقدار مرفوع لقوة أخرى، عندها يمكنك أن تضرب الأسس. لكن كما تعلم أن 9 للقوة نصف تساوي 3، والكل مرفوع القوة 3، فيكون الناتج النهائي 27. أنا متأكدة من أنني أربكتكم. دعونا نحل المزيد من ذلك. أنت تعلم أن 16 للقوة ربع، فكر في ماهية هذا. هذا يعني أن عدد ما مرفوع للقوة 4 يساوي 16، وإذا كنت قد تمرنت على المستوى الأول للأسس لربما ستعرف هذا جيدا، أن هذا يساوي 2. 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 يساوي 16. إذا نعلم أن 16 للقوة ربع يساوي 2. فكم ستساوي 16 للقوة 2 على 4؟ حسنا، جميعنا نعلم من آخر مسألة قمنا بحلها أن هذا نفس 16 للقوة ربع، الكل مرفوع للقوة 2. هذه 2 على كلا الجانبين، ونعلم أن 16 للقوة ربع يساوي 2. إذن هذا يساوي 2 تربيع، أي يساوي 4. وجميع الطرق ستنجح، لأننا نعلم أنه يمكن كتابة الكسور بطرق أخرى، حيث يمكن أن يكتب 2 على 4 على نحو نصف، أي أن هذا يساوي 16 للقوة نصف. 16 للقوة نصف يساوي 4. والآن سأقوم بخلط الأمور وأحل المسائل التي تحتوي على أسس كسرية سالبة. فإذا قلت لكم كم ناتج 16 للقوة ناقص نصف، حسنا، ربما ستبدو صعبة في البداية، لكن كما نعلم من خلال المستوى الثالث للأسس السالبة سنقول مباشرة هذا يعادل 1 على 16، هذه 16، الكل مرفوع للقوة نصف، وهذا يساوي 1 للقوة نصف على 16 للقوة نصف. الجذر التربيعي لواحد سهل جدا ويساوي 1. 16 للقوة نصف تساوي 4. هذا ليس سيئا، إنه شاق قليلا عندما ترى السالب، لكن بشكل مباشر عندما ترى الإشارة السالبة قم بقلب 16، ثم تعامل معه على أنه مسألة أس كسري عادي. دعونا نقوم بحل واحدة أخرى. حسنا، 8 على 27، الكل مرفوع للقوة ناقص 1 على 3. عندما ترى الإشارة السالبة فعليك أن تقلب العدد، إذا نقول أن هذا يساوي 27 على 8، الكل مرفوع للقوة ثلث، وهذا يساوي 27 للقوة ثلث على 8 للقوة ثلث. ونعلم أن 27 للقوة ثلث يساوي 3، وثمانية للقوة ثلث يساوي 2. إذن حصلنا على ناتج 8 على 27 للقوة ناقص ثلث يساوي 3 على 2. كانت هذه أول مسألة تبدو مخيفة بالنسبة لكم، لكنها لم يحتاج حلها سوى لخطوتين، وكلما تمرنت أكثر كلما كانت هذه المسائل بديهية بالنسبة لكم. دعوني أعطيكم مسألة أخرى. كم ناتج ناقص 8 للقوة ناقص 3؟ دعوني أغير هذا. كم ناتج ناقص 8 للقوة ناقص ثلث؟
مرة أخرى في البداية ربما ستزعجكم، لكن عندما ترون الإشارة السالبة هذه في الأس خذوا مقلوب الأساس، إذا كما قلنا هذا يساوي ناقص 1 على 8، هذه 8 الكل مرفوع للقوة ثلث، ونقول أن هذا يساوي، يمكن أن نكتبها إذن يمكن أن نكتبها كالتالي، 1 على ناقص 8 للقوة ثلث، ونقول ما العدد الذي نضربه بنفسه 3 مرات فنحصل على ناقص 8. حسنا، نعلم أنه لا يوجد طريقة رياضية حقيقية للقيام بهذا، لكن نعلم أن ناقص 2 ضرب ناقص 2 يساوي 4 ضرب ناقص 2 يساوي ناقص 8. إذا نعلم أن هذا يساوي 1 على ناقص 2 أو ناقص نصف، ناقص نصف، ناقص 8 للقوة ناقص ثلث يساوي ناقص نصف. دعونا نحل مسألة أخرى حتى تستوعبون الفكرة. سأقول 9 على 4، الكل مرفوع لقوة سالبة، مرفوع للقوة ناقص 3 على 2. حسنا، نرى أنه يوجد أس سالب، لذا دعونا نقلب الأساس فنحصل على 4 على 9، الكل مرفوع للقوة 3 على 2. حسنا، نحن نعلم أن هذا يساوي 4 على 9، الكل مرفوع للقوة نصف، والكل مرفوع للقوة 3. 4 على 9 للقوة نصف، أعتقد أنكم تعلمون في هذه المرحلة أن هذا يعادل 4 للقوة نصف ويساوي 2، على 9 للقوة 1 على 2 يساوي 3. والآن علينا أن نرفع المقدار جميعه للقوة 3، وهذا يعادل 2 للقوة 3 ويساوي 8 على 3 للقوة 3 ويساوي 27، فيكون ناتج 9 على 4 الكل القوة ناقص 3 على 2 هو 8 على 27. أتمنى أنكم الآن تستطيعون على الأقل حل هذه المسائل، ولا أعتقد أنه لديكم البداية الكافية لتعرفوا ما هي ناقص 3 على 2، وأتمنى أن أستطيع تغطية هذا في المستقبل، لكن أعتقد أنكم جاهزون لتقوموا بحل مسائل المستوى الثالث من الأسس. استمتعوا بوقتكم.